خلينا بقى نروح بعد كده، و20 يونيو بالامس كان اليوم العالمي للاجئين، ولو حضراتكم دخلتوا على السوشيال ميديا والاعلام عامه العالم كله كان بيحتفل بيه وبيحتفل بيه كل عام في هذا اليوم. يعني هدف منه ايه؟ الهدف منه تسليط الضوء على اللاجئين. مصر خلينا نقول اكيد فيها عدد كبير من اللاجئين، بس احنا ما بنتعاملش معاهم كانهم لاجئين، احنا بنتعامل كانهم يعني اخوه زوار. حضراتكم نقوا المصطلح اللي عايزينه، بس عمرهم ما بيتقال عنهم لاجئين. ممكن نقول انهم فعلا اخواتنا يعني الاغراب او حتى اللي مش اغراب اللي عايشين وسطنا، فحاجه جميله جدا ومشهد رائع. وخليني اقول لحضراتكم ان بجد مصر من الدول اللي بتعامل الاخوات دول او الزوار دول مش بدرجه تانية. والكلام مش فكره هنا ان احنا بس بنقول كلام انشائي، لا، الواقع هو اللي بيتكلم. خليني اروح مع حضراتكم بلغه الارقام على سبيل المثال. يعني مصر الاحصائيات في مارس 2020 تحديدا عندنا كان 256 الف لاجئ وطالب لجوء. طيب بنركز هنا كمان او بيتركزوا فين او بيتمركزوا فين اللاجئين دول؟ بيتمركزوا في القاهره، في الاسكندريه، في الجيزه، دي اكتر الاماكن اللي بيكونوا متواجدين فيها. طيب الدوله المصريه قدمت ايه ليهم؟ قدمت ليهم العديد من الخدمات بصراحه. طب هل بيتم التعامل معاهم من فكره هنا الصحه والتعليم زي المصريين؟ الاجابه فعلا. تخيلوا حضراتكم ان مصر من الدول اللي بتعامل اللاجئين او الزوار فيها زي بالظبط او على قدم مساواه مع المواطنين الاصليين، فاعتقد دي حاجة محترمة جدا. والعديد من الخدمات اللي قدمتها مصر، انا بس عشان الوقت فعلا الفقرة مش عايزة ان انا اتكلم كتير، ولكن خشوا حضراتكم كده على جوجل واكتبوا جهود الحكومة المصرية لصالح اللاجئين وشوفوا ايه الخدمات اللي قدمتها مصر كمان في يعني القوانين، فاعتقد دي حاجة محترمة جدا. أقولك بقى لازم على اقتراح اضافي كمان، طالما هيخشوا بقى على جوجل، لا يخشوا حتى على اليوتيوب ويكتبوا مخيمات اللاجئين في مش عايز اقول دول بعينها. حضراتكم لما بتدخلوا هتتفرجوا على حياه غير انسانيه بالمعنى الكامل، يعني يعني حقيقي حياه غير ادميه، دول بتعاني من الفيضانات ومن السيول في بعض الاحيان، مفيش الحد الادنى من متطلبات الحياه الادميه الكريمه. يكفي اللي نهاوند بتقوله ده، معناه ان هم باختصار شديد جدا تم دمجهم مع المجتمع المصري، ما تقدرش، ما فيش حد لا هم ولا احنا عندنا احساس ان في ناس اغراب قاعده بينا. ابدا ابدا. فدي مصر الكبيره المضيافه، هي دي مصر طبعا طول عمرها. وخلينا بقى نروح نشوف الاحتفاليه الرياضيه دي والترفيهيه اللي نفذتها وزاره الشباب والرياضه بمركز شباب الجزيره بمناسبه اليوم العالمي للاجئين. الشباب والرياضة وأيضا المؤسسات اللي بنتعاون معاها في مصر، إذا كان اليوم احتفال باليوم العالمي للاجئين، إحنا دايما بنقول ما بنعرفش المصطلح التاني، لأن أنتوا كلكم موجودين أشقائنا وإخواتنا داخل مصر، تعيشوا وتعيشوا معانا في نسيج وقالب واحد. أنا بشكر الزملاء كلهم على هذا اليوم الجميل اللي فيه رياضة وثقافة وترفيه، لكن كمان النهاردة معايا وبناسبة وجود الوزير معالي الفريق جبريل رجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لفلسطين الشقيقة، حابب هو كمان يسلم عليكم ويقول لكم أهلا وسهلا. وإحنا وزمايلنا في وزارة الشباب والرياضة دايما معاكم، زي ما كل القطاعات المصرية وشبابنا ومؤسساتنا دايما معاكم وبتتشرف بيكم. معالي الوزير، انا بعتقد بانه هاي الفعاليه اليوم تستحق منا احنا كعرب وغير عرب انه نشكرك ونحييك ونحيي وزارتك ونحيي مصر وشعب مصر، ولكن عنوان الكبرياء وعنوان الانتماء بمفهوم العربي والاسلامي واللي جسدوا انه هو حامل هموم كل العرب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية له وكل التحية لشعب مصر العظيم من فلسطين اللي بتحبكم واللي برضو ما زالت تبني الامال عليكم وعلى دوركم في ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة.
الهدف الرئيسي ان احنا نقول لهم مصر بلدكم الثانيه، احنا بلد واحده. احنا مش اول مره ننفذ اليوم ده، احنا نفذنا قبل كده اليوم الاول في نادي النادي احدى منشات وزاره الشباب والرياضه الهامه في اكتوبر. النهارده بننفذ في مركز شباب الجزيره لاولادنا اللي هم يعني اشقائنا المشاركين في المنطقه بتاعه القاهره، عشان يبقى كل اللي موجودين في مصر شاركوا معانا في فعاليات وزاره الشباب والرياضه. احنا عندنا برنامج الرياضه من اجل التنميه، ده بننفذه مع منظمه اليونيسف. ده كان خاص بالفتاة والتأهيل المجتمعي للبنت من خلال ممارسة الرياضة. احنا ان شاء الله في خطتنا اللي جاية لسه قريب برضو اهتموا ان احنا ندخل معانا اولادنا واشقائنا اللاجئين من الدول التانية، ان هم يدخلوا ويبقوا متفاعلين معانا في البرامج اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة. ده برنامج مهم جدا، وصلنا دلوقتي 20,000 مستفيدة، خاصة محافظات الصعيد والبنت، وبادئين بقى نطور فيه ان احنا ندخل معانا اشقائنا ان شاء الله في كل الانشطة بتاعة الوزارة. والله وزارة الشباب والرياضة النهاردة بالتعاون مع مؤسسة من مؤسسات اللي بترعى اللاجئين في مصر، هي مؤسسة تيري دي زون مصر، بنتعاون احنا بننظم اليوم العالمي للاجئين. ده اليوم عالمي بيحتفل بيه العالم كله علشان نقرب الناس دي مننا، ونقول لهم ان مصر بتجمعهم كلهم على ارض وطننا بامن وسلام، يقدروا يعيشوا ويتعايشوا ويمارسوا حياتهم بكل امن وسلامه. النهارده بنتعاون مع المؤسسه زي ما قلت لحضرتك في مركز شباب الجزيره، بننظم يوم رياضي ثقافي فني ترفيهي زي ما حضراتكم شايفين، يوم رياضي في متواجد النهارده العاب ترويحيه وحاجات لكل الفئات العمريه، كمان في زي عروض تراثيه لل الدول اللي موجودة زي ما حضرتك شايفة دلوقتي على المسرح، وفي معرض كمان للدول والأسر اللي موجودة بتقدم المنتجات اللي بتعملها وبتعرضها كمان لرواد المركز، إن هما كمان ممكن يستفيدوا بيها النهاردة في اليوم اللي بننظمه إن شاء الله.